السلام عليكم جميع الحضور. أسمعني سيد رئيس مجلس البلدية عشتو حضر معنا شنو ترحبوا به، وهذا شرف كبير لنا السيدة الجهة المالحة حضر معنا ولهذا لأننا نستمتع به مع التدخلات، والتدخلات كلها كانت إيجابية، غير تقدير اللي كان خلال التدخل ديال الشمالي، لأن المدة ديال فتح باب الانحراف مدة 6 شهور غادي تطول بزاف، وكيفاش شي حياة باقا وحنا كنمشيو، شوف شحال من المسير ديال الكفاح مات ومشى، والكفاح باقا ما عمر غاتموت، حنا غنمشيو والكفاح غاتستمر، ملي كتستمر الكفاح كتستمر المدينة، والكفاح في اسطنبول كان السيلوز وكانت الكفاح. كيف هاد الوضعية راه حرام تستمر بهاد انا حظيت بالشرف على انني نكون عضو داخل هذه اللجنه. هذه اللجنه هذه تم الاختيار ديالها اليوم من خلال الجمع العام اللي غادي تسهر مؤقتا على تدبير هذه المرحله ديال تهيئ الجمع العام اللي غادي تحدد القيمه ديال المنخرطين، وطبعا ستشتغل على ان تكون الانطلاقه ديال الفريق باش يشارك في البطوله ديالو مشاركه طبيعيه، وفي نفس الوقت تهيئ الجمع العام اللي غادي يكون هو الشرعيه اللي غتفرز ذاك المكتب المسير ديال الكفاح لاستمراريه هذا الفريق اللي هو يعتبر جزء من الذاكره ديال مدينه سيدي يحيى، بل هو الواجهه الاولى من بعد لاسيليلوز ديال المغرب اللي كان يعني هو الواجهه الثانيه. اليوم ما يبقى الا هذا الكفاح، هذا النادي اللي هو يشرف المدينه واللي هو كان وجه ديال المدينه واللي هو عمله يعني يتعامل بها ابناء سيدي يحيى على المستوى الوطني. وطبعا نادي الكفاح معروف بالنتائج ديالو، معروف بداك الشيء اللي حقو عبر التاريخ. لابد من التذكير على ان السبب او التواجد ديالنا احنا اليوم هو تواجد طبعا كان بعد نداء اللي وجهه لنا السي ادريس حريب المشكور، من بعد ما تعقدت الامور ديال السير ديال النادي الكفاح
يعني ما استطعش الرئيس الحالي السي محمد بن جدو على ان وزير يستمر نظرا للاكراهات الماليه اللي عاشها واللي عانى منها، وطبعا حتى اثرت عليه حتى صحيا. وطبعا لما تواصل معي انا السي ادريس حريبله طلب مني على انني نشوف لكن شي اعضاء اخرين اللي يمكن ربما يقدروا يجيو يساعدوا حتى هما باش نعاودوا نحيوا النادي الكفاح ونعطيوه الروح باش يستمر في المهام ديالو التاريخيه. وكان عندي الفرصه اتصلت بالسي عبد الله الكوزي، هذا للتاريخ وللامانه انا اللي اتصلت بالسي عبد الله الكوزي، وكنا غادي نديروا ديك الجلسه غنديروها لافي ديال العيد يعني قبل من النهار ديال العيد، غير انا والسي ادريس وعبد الله الكوزي والسيد الباشا على اساس نقراو الوضع ونعرفوا بالضبط شنو كاين، لان احنا ما كناش على بينه بما يقع وما عارفينش بالضبط شنو عند السي بن جدو. ولكن لقينا اكراه كان الليله ديال العيد، لقينا مشكل في التواصل، واضطريت على انني انا نعتذر لهم. والسي عبد الله هو كان عنده شي التزام في البرلمان وكان غادي يتعطل، واعتذرنا لهم واجلنا اللقاء الى النهار الثاني ديال العيد، واللي هو كان لقاء في الواقع عفوي ما كانش يعني مهيئ له، وما كناش كنتظروا على ان غادي يحضر السي بن جدو، وما كانش عندنا في البال ديالنا على ان غيحضر السي انور البرلماني ولا حتى السي الرحويه، لان الرحويه ربما التواجد ديالو كان غير لاننا احنا كنا في ذاك المقر السياحي ديالو، هو التواجد ديالو كان يعني غير يعني هكاك سين اوكازيون. وبالتالي لما حضر معنا السيد الرئيس وحضر السيد الباشا يعني وسعنا النقاش، وكان بعد النقاش ديالنا حنا وصلنا لهذه النتيجه هذه على اننا ما يدار الجمع العام، ومن بعد يدار الجمع العام نشوفوا واش كاين شي فعاليات اخرى اللي هي عندها نفس الاهتمام بالكفاح، ونخرجوا بشي قرار اللي هو ربما يعيد الروح لهذا النادي ديال الكفاح ويضمن ليه الاستمراريه ديالو. وطبعا كان معنا السيد الرئيس ديال مجلس بلدي حتى هو حضر بالمناسبه، وحضروا فعاليات اخرى، والاخوان كلهم تعهدوا على انهم غادي يساهموا بوسيله او باخرى من اجل باش يعني نضمنوا الاستمراريه ديال النادي في البطوله ديال العصبه. يعني كان هذا هو الحوار اللي دار يعني في ذاك اللقاء الاول، والنتيجه ديالو هو ان اليوم كان جمع عام، كان جمع عام صريح، كان واضح. السي بن جدو مشكور يعني ضحى يعني خسر الرزق ديالو وليداتو كما كيقول هو. والمساله ديال الكره، الناس اللي عندهم التجربه ديال التسيير ديال الكره راه معروفه، يعني راه فريق عادي راه ما يمكنش ليه ينزل على 200000 درهم الا بغى يسير الفرقه، يعني هذا كنقولوا يعني تسيير متواضع. الانسان كيعرف على ان اللعابه خصهم واحد لابريم تيناتور النهار الاول، تيخصهم لي بريم دو ماتش، كاين اللي ما خدامش تيخصو شي واحد الاجر معين ولا تعويض يعني شهري. وبالتالي يعني اليوم التدبير ديال الفريق ديال كره القدم ما يمكن في المستوى اللي فيه دابا حاليا لا ما خصوش ينزل على 250000 درهم على 300000 درهم، يعني هذا هو الواقع. وكنتمنى على ان هذه اللجنه هذه حاليا تشتغل وتسهر على انها تحدد اولا القيمه ديال الانخراطات والعامل الزمني شحال ديال المده اللي غادي نحصروا فيها هذا الشيء ديال الانخراطات باش تولي واحد الشرعيه عند المنخرطين، وهاد المنخرطين يفرزوا لنا واحد المكتب اللي كنتمنى من الله على ان هذا المكتب اللي غادي يكون على الاقل يكون متوازن، يكونوا فيه ناس اللي عندهم امكانيات ماديه، ويكونوا حتى اضافات نوعيه بحال التواجد ديال السي عبد الله الكوزي. انا اراه على انه اضافه نوعيه نظرا للعلاقات اللي عنده، ويعني الكل كيعرفها لان عنده ذاك الموقع الوظيفي ديالو كيسمح ليه على انه يقدر يساعدنا، يساعد الفرقه في جلب الدعم، وهذا هو اللي ربما ناقص الفريق. الرئيس ديال المجلس البلدي الحضري ديال سيدي يحيى يتعهد ويلتزم على انه سيتعامل مع الفريق تعامل ديال على انه هو مسؤول، وهذه غادي يوجد ليه المنحه. وكنتمناو على ان الاخوان اللي غادي يكونوا في المكتب غادي يبادروا على انهم يشوفوا المؤسسات الاخرى، المؤسسه الاقليميه يعني المنتخبه والمؤسسه الجهويه اللي هي منتخبه، وطبعا هناك جهات اخرى مانحه متدخلين يعني في هذا المجال الرياضي من اجل باش نوفروا الامكانيات الماديه اللي يمكن لها تسمح للفريق باش يقلب على النتائج، لان لما كانوش الامكانيات الماديه راه ما يمكنش لينا نطمحوا على اننا حنا نطلعوا ولا نحطوا دي زوبجيكتيف اللي هما كبار. اذا كاين خيارين، اما خيار يعني نشطوا البطوله، اولا خيار نعاودوا البناء ديال النادي ديال الكفاح، لان انا ارى شخصيا على ان الكفاح اليوم خص يعني مشروع ديال اعاده البناء ديالو، يعني اليوم حنا شخصنا الوضع ديال الكفاح، دونك خصنا نجلسوا ونتفقوا على واحد الاستراتيجيه ديال العمل ونحدوا الاهداف على المدى المتوسط وطبعا على المدى البعيد، واللي مهم واللي هو اساسي هو اعاده البناء ديال النادي ديال الكفاح
باش تضمن الاستمراريه ويكون على الاقل الكفاح كيتمثل بواحد 95 ولا 98% من الوليدات ديال سيدي يحيى كما كان في السابق، لا على مستوى الكفاح ولا على مستوى فريق الرشيد.